سعيدة جدا طبعا تواجدي هنا في سيدي هيفني. ما شاء الله مدينة جميلة وجمهور جميل جدا، وأظن أنتم شفتوا التجاوب اللي كان اليوم مع جمهور سيدي هيفني. وأولا أنا من المعجبين بهذه المنطقة، بالأخص أنني زرت بعض السواحل، كانت جميلة جدا جدا. وشكرا لحضوركم، يعني صحافة باش تجي لهذه المنطقة، هذا الشيء كي إحنا كيفرحنا كفنانين وكمغاربة.